السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب احنا النهاردة في الفيمورال أرتري. الفيمورال أرتري بكل أسئلتكم اللي اتسألت فيه، الفيمورال أرتري سهل جدا جدا وصغير، الريليشن بتاعته مش كتير قوي، والبرانشات بتاعته سهلة. تعالوا كده نبتدي فيه ونمشي فيه كده نشوف الدنيا ماشية ازاي. الفيمورال أرتري ده كان احنا عندنا الأول في حاجة هنا اسمها الانجوينال ليجمنت. الانجوينال ليجمنت ده كان عبارة عن فاصل ما بين الأبد من فوق وما بين اللور لمب هنا. الانجوينال ليجمنت ده كان قبليه في ارتري اسمه اكسترنال ايلياك ارتري، وبعد الميد انجوينال بوينت، بعد الميد انجوينال بوينت بالظبط بقينا اسمنا الفيمورال ارتري. يبقى انا الفيمورال ارتري انا بقول ان هو الكونتينيويشن اوف اكسترنال ايلياك ارتري، انا بعد الانجوينال ليجمنت عند الميد انجوينال بوينت. تمام كده؟ طيب هو كونتينيويشن من الاكسترنال ايلياك ارتري. الفيمورال ارتري دوت بينتهي يروح فين في الاخر؟ الفيمورال ارتري دوت بينتهي انه بيدخل في المصل اللي اسمها الادكتور ماجنس، زي ما هنشوف كمان شويه. والادكتور ماجنس ديت في الجانكشن ما بين الميدل واللور ثيرد اوف ثاي، وهيبقى اسمه بوبليتيال ارتري. هيدخل بوبليتيال فوسه ويبقى اسمه البوبليتيال ارتري. يبقى انا بدايه الفيمورال ارتري ونهايته هي قلناها في نهايته سوري هي اللي قلناها في البوبليتيال ارتري. بدايته انا بدات بعد الانجوينال ليجمنت عند الميد انجوينال بوينت، كان اسمي اكسترنال ايلياك بقى اسمي فيمورال. هفضل ماشي في الثاي لغايه ما هدخل عند البوبليتيال فوسه دي. عند البوبليتيال فوسه دخلت عن طريق حاجه اسمها الادكتور هياتس، هنشوفها كمان شويه. الادكتور هياتس ديت كانت اوبننج موجوده في الادكتور ماجنس في الجنكشن ما بين الابر بارت والميدل بارت اوف ثاي. هيبقى اسمي خلاص غيرت بقى اسمي البوبليتيال ارتري اللي دخل فيه البوبليتيال فوسه. طيب الابر هاف من الارتري ده، لو انا كده هنا في الفرونت اوف ثاي واجي هنا كده، انا هدخل في الادكتور هياتس، هنا هدخل في الادكتور هياتس وهلف لغايه ورا، يبقى اسمي البوبليتيال ارتري. الفيمورال ارتري دوت الابر هاف بتاعه بيكون سوبرفيشال. يعني ايه سوبرفيشال؟ يعني بيكون متغطي بسكين وسوبرفيشال فاشي. عشان كده ما استغربش كمان شويه لما اجي اقول لك الانتيريور ريليشن هقول لك هو سكين وسوبرفيشال فاشي. ما هو طبعا الابر هاف بتاعه سوبرفيشال. مش بس كده، الفيمورال ارتري بيكون موجود في تريانجل فوق هنا كان اسمه فيمورال تريانجل، وبعدين اللور بارت بتاعه بيدخل في كانال هنا تحت المصل اللي احنا قاطعينها اللي هي اسمها السارتوريس. تحت المصل اللي اسمها السارتوريس بيدخل في الكانال ديت اللي اسمها الادكتور كانال او اسمها سب سارتوريال كانال. يعني ايه سب سارتوريال كانال؟ يعني الكانال اللي تحت السارتوريس. يبقى انا الفيمورال ارتري كان الاول فوق في الفيمورال تريانجل الابر هاف تقريبا، اللور هاف بتاعه يبقى في السب سارتوريال كانال. الابر بارت بتاعه او الابر هاف هيبقى سوبرفيشال ومتغطي بالسكن والسوبرفيشال فاشيا. اللور هاف اللي تحت السارتوريس اللي دخل تحت السارتوريس هيبقى مين الانتيريور ريليشن او مين الروف بتاعه؟ هي الكنال نفسها اللي هي السارتوريس والفاشيا اللي احنا شايفينها اللي مغطيها ديت. هنيجي نشوف الكلام ده بالتفصيل. من هنا لغايه ما نشوف احنا عرفنا ان احنا كان عندنا الفين الاول وبعدين الفيمورال ارتري وبعدين الفيمورال نيرف. الثلاثه كانوا فيمورال، الفين الاول وبعدين الارتري في النص وبعدين النيرف لاترال. يعني انا كمان شويه هقول لك الميديال ليه الفيمورال فين واللاترال ليه الفيمورال نيرف. الموضوع الريليشن هيبقى بسيط قوي هنا. الفيمورال ارتري والفيمورال فين زي ما هو باين كده هنا، الفيمورال ارتري والفيمورال فين ربنا مغطيهم اول انش ونص تقريبا متغطيين بالفيمورال شيث. ايه الفيمورال شيث دوت؟ الفيمورال شيث دوت عباره عن ديب فاشيا، اكستنشن من ديب فاشيا جاي من اليوسوس ومن الترانسفيرسس ابدومينس، مش مهم قوي دلوقتي، ونازله مغطيه اول الجزء من الفيمورال ارتري والفيمورال فين. فعشان كده الفيمورال ارتري والفيمورال فين مهم ان احنا هنكتب ان هم متغطين بالفيمورال شيث. يا دكتور انا دلوقتي البدايه بتاعتي كانت عند الميد انجوينال بوينت از ا كونتينيويشن اوف اكسترنال ايلياك. الاكسترنال ايلياك دوت كان جاي من الكومن ايلياك، الكومن ايلياك اللي كان جاي من الاورطه. كل اورطه بتتقسم لكومن ايلياك وكومن ايلياك. الكومن بيتقسم لانترنال يسبلاي البلفس واكسترنال ينزل يكمل الفيمورال ارتري. الفيمورال ارتري دوت كان اول جزء منه في الفيمورال ترانجل، الجزء الثاني منه كان اللور هاف كان منه تحت السبسارتوريال كانال. ادي السارتوريس هو كان تحتها في الكنال اللي هنا اللي موجود هنا اللي اسمها سبسارتوريس كانال. هيطلع من الكنال يدخل في الادكتور هياتس اللي هنا ويرجع لورا يبقى اسمه البوبليتيال ارتري. تعالوا نشوف ايه الريليشن كده، ايه الريليشن كده بتاعته بالرحم. انتيرير الريليشن على فكره احنا الاول هنقسمها للفيمورال ترانجل وهنقسمها للادكتور كانال لان هو ماشي في الاثنين. بس انتيرير في الفيمورال ترانجل السكن والفاشيا والانتيريور والفيمورال شيث، يعني انه طول ما انا في المكان دوت هيبقى السكن والفاشيا والفيمورال شيث اللي جاي مغطي عليا، انا كل ده لسه في الفيمورال ترانجل.
طيب ده كده الانتيريور هنا في الفيمورال ترينجل. ايه البوستيريور في الفيمورال ترينجل؟ تعالوا بس كده نفتكر اسماء الماسلز اللي كانت موجوده في الفيمورال ترينجل. كان الاول في ماسل جايه لنا من فوق من عند الالياك فوسا وكان اسمها الالياكس ماسل، ومعاها ماسل تاني اسمها سواس ميجر وبيتحدوا مع بعض يعملوا الاليوسوبس. وكان في ماسل تانية صغيرة شوية كان اسمها بيكتينيس، وكانت بعديها في ماسل صغيرة اسمها الدكتور بريفيس، والماسل الطويلة اللي كان اسمها الدكتور لونجس، والماسل الكبيرة قوي قوي الضخمة اللي اسمها الدكتور ماجنس. تعالوا قولهم لي تاني كده، ادي الاليوسوس اللي فوق اللي كانت الياكس وسوس ميجر، الصغيرة دي اللي اسمها بيكتينيس، اللي بعدها اللي اسمها الدكتور بريفيس، الماسل الطويلة شوية اللي أكبر منها الدكتور لونجس، وبعديها ادي الاد دكتور ماجنس اللي كان فيها الاوبننج اللي اسمها الاد دكتور هيتس اللي بيدخل منها الفيمورال ارتري ويرجع لورا يبقى اسمه البوبليتال ارتري. الفيمورال ارتري وانا جوه في الترينجل انا هلاقي ان انا معدي على الاليوسوس، معدي على البيكتينيس، معدي على الاد دكتور لونجس. انا الكلام دوت وانا جوه في الترينجل نفسه خلاص. طيب تفتكروا مين اللي هيكون لاترال للفيمورال ترينجل اللي احنا لسه قايلينه؟ الفيمورال نيرف، وفي برانش كمان لاترال ليه اسمه السافينس نيرف. السفنس نيرف دوت هنلاقيه لاترال، وبعد شويه هنلاقيه يجي يعمل كروسنج وبعدين يبقى ميديال. ركزوا في الجمله دي، لاترال السفنس نيرف في الاول وبعدين هيعمل كروسنج يبقى قدام وبعدين هيبقى ميديال. يبقى انا الفيمورال نيرف مش بس ده، كمان معايا السفنس نيرف، افتكرت فيمورال برانش من الجينيت فيمورال نيرف هو كمان لاترال، افتكرتها خير وبركه، ما افتكرتهاش كفايه فيمورال نيرف والسفنس نيرف. طب مين اللي ميديال طول السكه؟ هو الفيمورال فين. الفيمورال فين هيبقى ميديال طول السكه. انا بتكلم جوه الفيمورال ترينجل لان الريليشن ديتا تتغير تحت. جوه الفيمورال ترينجل انا اللي كان قدام سكين سوبرفيشال فاشيا الفيمورال شيف، اللي كان ميديال الفيمورال فين، اللي كان لاترال الفيمورال نيرف والسافينس نيرف، اللي كان ورا البكتينيس والادكتور لونجس والاليوسوس. انا بتكلم هنا فين؟ بتكلم هنا وانا جوه الفيمورال ترينجل لان الريليشن ديتا هتتغير وانا هنا جوه الادكتور كانال. انا الريليشن بتاعتي بقسمها وانا جوه الفيمورال ترينجل فوق وبعدين وانا جوه الادكتور كانال. وانا فوق في الفيمورال ترينجل ميديال ليا الفيمورال فين، لاترال ليا الفيمورال نيرف والسافينس نيرف. بعد شويه هنغير الكلام. ايه اللي هيحصل بقى؟ اللي هيحصل ان في الادكتور كانال لقيت ان انا الروف ليا او اللي مغطيني هي السارتوريوس المصر اللي مغطياني والفاشيه بتاعتها دي فايبرس روف اوف الادكتور كانال اللي هي الفاشيه بتاعتها دي اللي مغطيه عليا. هلاقي ان بوستيريور ليا انا لسه نايم على الادكتور لونجس. مش بس كده، هلاقي ان انا كمان بقيت على الادكتور ماجنس، هما الاثنين ما هي البكتينيس والاليوسوس كانوا فوق، فهلاقي انا هنا وانا في الادكتور كانال انا لسه الادكتور لونجس تحتيه والادكتور ماجنس. تمام. مش بس كده، ده انا هلاقي ان الفيمورال فين اللي كان ميديال ليا فوق هلاقيه بقى بوستيريور. الميديال فين سوري البوبليتي الفيمورال فين اللي كان ميديال فوق، الفيمورال فين اللي كان ميديال فوق هلاقيه هنا بقى بوستيريور. يبقى الفيمورال فين كان ميديال وانا فوق وبعد كده رجعت لورا، او الارتري كان لاترال وفوق وبعد كده جه قدام. احفظ واحده فيهم، الفيمورال فين كان ميديال والارتري في النص ما بينه وما بين النيرف. اللي حصل في الادكتور كانال ان الفيمورال فين رجع بوستيريور والارتري هو اللي هيبقى ايه قدام. ده مش بس كده، مش احنا كان فوق كان في السافنس نيرف لاترال، قلت لك السافنس نيرف هيعمل كروسنج من لاترال لميديال. خلي بالك احنا هنا لما قلنا اسماء الماسلز اللي هنا كان في هنا ماسل اسمها ريكتس فيمورس مش هحتاجها النهارده خالص، كان في ماسل ميديال الواسعه اللي من الكوادريسبس اللي كنا بنسميها فاستس ميدياليس، وكان ليها نيرف مخصوص ليها اسمه نيرف للفاستس ميدياليس، وكان في هنا فاستس لاتراليس وكان النيرف بتاعها اسمه نيرف للفاستس لاتراليس. لو انا جيت هنا دلوقتي اشوف ايه اللاترال ريليشن ليا، اللاترال ريليشن وانا جوه في الادكتور كانال هلاقي اللاترال ريليشن هي الفاستس ميدياليس والنيرف بتاعها، وهلاقي في الاول السافينس نيرف لسه لاترال ملفش، وبعد شويه هلاقي السافينس نيرف لف وبقى ميديال. يبقى السافينس نيرف انا سمعته يا دكتور في الفيمورال ارتري ثلاث مرات، الاول وانا فوق في الفيمورال ترانجل كنت على طول لاترال، طول الفيمورال ترانجل كنت لاترال، وانا جوه الادكتور كانال كنت الاول لاترال وبعدين جيت عملت كروسن وبعدين بقيت ايه ميديال. خلاص. طيب امال مين اللي لاترال اللي حل محاله؟ الفاسس ميديالس اهي المصل، والنيرف بتاعها اللي اسمه ايه النيرف للفاسس ميديالس. تمام. يا رب تكونوا فاهميني يا رب، مش عارفه ليه جاي الاحساس ان انتوا تاخدوا كده. طيب نيجي للبرانشات بقى بتاعه الفيمورال ارتري. البرانشات بتاعه الفيمورال ارتري عبيطه شويه يعني بس محتاجه تركيز سنه.
البرانشات بتاعت الفيمورال ارتري بتتقسم لسوبرفيشال برانشز وديب برانشز. السوبرفيشال برانشز اول برانش منهم اللي اسمه سوبرفيشال سيركمفلكس اليك، اقولهم لكم بعدين اقول كل واحد ماشي ازاي. سوبرفيشال سيركمفلكس اليك ما هم ثلاثه سوبرفيشال، سوبرفيشال سيركمفلكس اليك يعني ايه اليك؟ يعني رايح عند الاليك بون. سيركمفلكس يعني ايه؟ يعني هيلف حوالين الاليك بون، حوالين الاليك بون. سيركمفلكس فاكيد ان هو هيعمل انستموزس حوالين الاليك تيبرس او حوالين الاليك سباين. سوبرفيشال سيركمفلكس اليك. البرانش الثاني اسمه سوبرفيشال ابيجاستريك. ابيجاستريك يعني رايح عند الابدومن، رايح قدام عند الابدومن في الانتير ابدومينال وول. سوبرفيشال ابيجاستريك. ثالث واحد اسمه سوبرفيشال اكسترنال بيودندل. سوبرفيشال اكسترنال بيودندل، بيودندل يعني معناها ان هي رايح عند الاكسترنال جينيتاليا. سوبرفيشال اكسترنال بيودندل يعني هيروح عند الاكسترنال جينيتاليا. يبقى ثلاثه سوبرفيشال، سوبرفيشال سيركمفلكس اليك، وسوبرفيشال ابيجاستريك، وسوبرفيشال اكسترنال بيودندل. خلاص ركز معايا ان الجيب سيركمفلكس اليك مش برانش من الفيمورال ارتري، عشان ما تجودش بس لو جالك اسماء البرانشات. ممكن قوي قوي يجي لنا سؤال ان يمريت البرانشز اوف فيمورال ارتري مثلا، يبقى انا هقول سوبرفيشال برانش واقول الجيب برانش. لازم نبتدي بالتقسيمه دي. السوبرفيشال برانشز هقول سوبرفيشال سيركمفلكس اليك وسوبرفيشال ابيجاستريك وسوبرفيشال اكسترنال بيودندل. تمام، سيركمفلكس اليك والابيجاستريك والاكسترنال بيودندل. طب الجيب برانشز بقى؟ الجيب برانشز، لا الجيب برانشز كان الجيب اكسترنال بيودندل برضه، يعني انا جالي سوبرفيشال وجيب اكسترنال بيودندل برضه رايح الاكسترنال جينيتالي. الجيب برانشز بقى في ارتري مهم جدا جدا، سؤالكم العميق، هل البروفاندا فيمورس ارتري معانا؟ ده اهم برانش من الفيمورال ارتري، اهم برانش من الفيمورال ارتري. ازاي مش معانا؟ هو اللارجست برانش وهو المين بلاد، المين بلاد سبلاي للثاي كلها. فالبروفاندا فيمورس ده من الجيب برانش، واخر برانش من الجيب برانش هو الديسندنت جينيكولار ارتري. ايه الديسندنت جينيكولار ارتري ده؟ ده برانش هينزل يدخل في الادكتور كانال وهينزل لانستموز هنا حوالين النيه. اكيد طول ما هو ماشي في السكه هو هيدي ماسكولار برانشز. يبقى انا لو جالي سؤال ان نيموريت برانشز اوف فيمورال ارتري، نيموريت برانشز اوف فيمورال ارتري هقسمها الاول التقسيمه الكبيره سوبرفيشال وديب وماسكولار. ماسكولار انا هدي المصل بتاعه الفرونت اوف ثاي. سوبرفيشال، سوبرفيشال سيركمفلكس اليك، سوبرفيشال اي بي جاستريك، سوبرفيشال اي بي جاستريك، سوبرفيشال اكسترنال بيودندل. خلي الاكسترنال جينيتالي اخر حاجه عشان تتجي بيها اللي جاي. الديب برانش هي الديب اكسترنال بيودندل، بروفاندا فيموريس ارتري، وديسندنت جينيكولار. الديب برانش هي الديب اكسترنال بيودندل و الديب اكسترنال بيودندل والبروفاندا فيموريس ارتري وديسندنت جينيكولار ارتري. هناخد البروفاندا فيموريس بالتفصيل، بس ناخد الاول السيرفيس اناتوم وناخد الابلايد بتاعه الفيمورال ارتري وبعدين ناخد البروفاندا فيموريس بالتفصيل. السيرفيس اناتوم الفيمورال ارتري سهل جدا، ان انت بتعمل الثاي سلايتلي فليكسد، اخلي العيان يعمل سلايت فليكشن للثاي ولاترال روتيتد وابدكشن سنه، فانا اقدر اجيب النقطه اللي هي ميد انجوينال بوينت وهجيب اللاين اللي ما عند الميد انجوينال بوينت لغايه الادكتور تيوبركل، لغايه الادكتور تيوبركل تقريبا انا الابر 2/3 من الجزء دوت انا حاسه فيه الفيمورال ارتري. يبقى هو من عند الميد انجوينال بوينت لغايه الادكتور تيوبركل تقريبا الابر 2/3 من اللاين دوت، بس بشرط ان انت الثاي تكون عامل لها سلايتلي فليكشن وابدكشن ولاترال روتيشن سن. فليكشن وابدكشن ولاترال روتيشن سن. ايه الابلايد بتاعه الفيمورال ارتري؟ الابلايد بتاعه الفيمورال ارتري ان انت ممكن تستخدم الفيمورال ارتري لحاجه اسمها الكاثيترايزيشن. يعني ايه كاثيترايزيشن؟ اوقات الناس بتعمل دعامه في القلب او بتعمل اشعه كاثيترايزيشن اسمها اشعه تشخيصيه، ان انت بتدخل جوه الفيمورال ارتري، بتدخل بقسطره جوه الفيمورال ارتري رفيعه جدا، ما بتبقاش اندر لوكال انستيزيا، ما بتبقاش بنج كلي، بتدخل بيها وبتحقن حاجه، وانت بتدخل بالقسطره ديت بتدخل جوه لغايه ما توصل لغايه الاورطه، اسمها كاردياك كاثرايزيشن، لغايه ما توصل لغايه الهارت، سوري مش الاورطه، لغايه ما توصل لغايه الهارت، او ممكن تعملها لغايه ما توصل لغايه الكدني على حسب انت محتاجها في ايه. فبتدخل عن طريق الفيمورال ارتري، ممكن يدخل عن طريق الفين، يعني يا ارتري يا فين، مش الاثنين، ها مش الارتري اند الفين، يا الارتري او الفين. انت ممكن تدخل عن طريق الفيمورال ارتري دوت وبعدين بتعمل ليجيشن مكان ما انت دخلت، ده بيركوتينيس يعني من تحت الجلد على طول، بسيطه جدا، حاجه مش انفيزيف، وبتدخل لو حصل بليدنج بعد ما انت بطلعت، انت بعد ما العيان ما بيطلع بتقعد بتسيب العيان اندر اوبزرفيشن ساعتين ثلاثه كده، بعد العيان ما بيطلع اوقات يحصل بليدنج بالفيمورال ارتري مكان ما انت دخلت، فهتعمل كومبريشن للبليدنج ده، هتوقف ستوبج للبليدنج ده ازاي؟ بتعمل كومبريشن للفيمورال ارتري اجينست الانجوينال ليجمنت، بتفضل ضاغط على الفيمورال ارتري شويه لغايه ما بيروح ايه يستوب البليدنج.
لقيت لسه البليدنج، فانت هتروح ايه هتعمل ايه، هتاخد لها طاي كده، هتاخد لها غرزه كده صغيره مكان ما مكان البليدنج ده. فيبقى انا ممكن اعمل كاتريزيشن عن طريق الفيمورال ارتري، ممكن اوصل بيه لغايه الهارت او اوصل بيه لغايه الكدني، ممكن اعمل في الارتري او ممكن اعمل في الفين. اوقات احنا بنستخدمه الفين استخدمه كجرافت، الفيمورال ارتري بستخدمه في الكاتريزيشن ديت والابلايد. المهم ليه ان انا ازاي اعمل ستوبج للبليدنج بتاعه. طيب نيجي للبرانش المهم اللي كان اسمه البروفاندا فيمورس ارتري. البروفاندا فيمورس ارتري بقى دوت اكبر برانش من الفيمورال ارتري، اكبر برانش من الفيمورال ارتري. ادي ادي لو هو دوت كده الاكسترنال ايليك ارتري، وادي الفيمورال ارتري. انا شايف ادي الفيمورال ارتري اهو، اهو ادي الفيمورال ارتري اهو. امال مين ده؟ ده انا كاني شايفاه مقسوم اتنين، هو ده البروفاندا فيمورس. ما هو البروفاندا فيمورس اوقات يسموه هو دوت يبقى البوستيريور فيمورال وده يبقى الانتيريور فيمورال. الفيمورال شخصين بيسموه الانتيريور فيمورال، والبروفاندا فيمورس يبقى هو البوستيريور فيمورال لانه هيسبلاي مينلي في الباك. البوستيريور فيمورال البروفاندا فيمورس دوت بيكون جاي من البوسترو لاترال اسبيكت. خلي بالك البروفاندا بريكياي كان جاي من البوسترو ميديال اسبيكت، لكن هنا انا من البوسترو لاترال اسبيكت اوف فيمورال ارتري، تقريبا 4 سنتيمتر تحت الانجوانا ليجمنت تقريبا. يعني البروفاندا فيمورس ارتري دوت انا هلاقيه معدي على شويه ستراكشر بيدكك نفسه البروفاندا فيمورس. ازاي؟ لو هنا كانت المصل اللي اسمها البكتينيس، وادي المصل اللي اسمها الادكتور بريفيس، وادي الادكتور لونجس، وادي الادكتور ماجنس بالهياتس بتاعته. ادي البكتينيس، وادي الادكتور بريفيس، وادي الادكتور لونجس، وادي الادكتور ماجنس بالهياتس بتاعته. البروفاندا فيمورس ارتري دوت بيدكك نفسه. يعني ايه بيدكك نفسه؟ يعني انا هلاقيه داخل ما بين الطبقات دوت، هلاقيه داخل ما بين المصلز دي. ازاي؟ البروفاندا فيمورس هلاقيه الاول هيدخل ما بين البروفاندا فيمورس داخل هنا، هلاقيه الاول داخل ما بين البكتينيس، واللي قدامه على طول ماشي هو بيعدي ورا الفيمورال ارتري، الفيمورال ارتري والفيسلز، يعني الفيمورال ارتري والفين، يعني الفيمورال فيسلز الاثنين. هلاقيه داخل ورا الفيمورال ارتري وقدام البكتينيس، وبعدين هلاقيه داخل ما بين الادكتور لونجس والادكتور بريفيس. فين الادكتور بريفيس؟ ادي الادكتور بريفيس. وفين الادكتور لونجس؟ اهي هيدخل في المسافه اللي ما بينهم دي، ما بين الادكتور لونجس قدامه والادكتور بريفيس وراه. وبعدين وبعد شويه هلاقيه لسه الادكتور لونجس وراها ومكمل، هتبقى الادكتور ماجنس هي اللي قدامه. يعني انت هتقعد تدكك نفسك ما بين الفيمورال فيسلز وهي قدامك والبكتينيس وراك، وبعدين ما بين الادكتور بريفيس تمشي على الادكتور بريفيس واللونجس وراك، وبعدين تمشي ما بين اللونجس وما بين الماجنس، هيقعد يدكك نفسه ما بين المسلز. ايه الفكره في الفيمورال في البروفاندا فيمورس؟ انت ليه بتعمل كل الكلام دوت؟ انا عشان عايزه اجي النهايه بتاعتي عند الميدل في الميديال سايد اوف ثاي، ان انا ببيرس الادكتور ماجنس وباسمي الفورث بيرفوريتون. يعني ايه الكلام ده؟ البروفاندا فيمورس اهو، ادي الفيمورال ارتري وادي الفيمورال ارتري شخصيا وادي البروفاندا فيمورس اهو. البروفاندا فيمورس هيعمل ايه؟ هقعد ادكك نفسي ورا الفيمورال ارتري اهو، وداخل بينه وبين البكتينيس، وبعدين بين اللونجس والبريفس، وبعدين بين اللونجس والماجنس. هقعد ادكك نفسي هنا لغايه ما هاجي في الميديال سايد اوف ثاي، اجي كده هنا ميديال عند الميديال سايد او الميديال سايد اوف ثاي، هاجي هنا وهيبقى اسمي بيرفوريتور. يعني ايه بيرفوريتور؟ البيرفوريتور ديت يعني تدخل كده تخرم نفسها عشان السبلاي الثاي كلها. فهيبقى اخر واحد خالص اكبر برانش منهم هيبقى اسمه الفورث بيرفوريتور. علشان كده بقول لك النهايه بتاعته نهايه البروفاندا فيمورس ارتري عند الميديال الميديال سايد اوف ثاي، تقريبا في الميدل، تقريبا في الميدل في الميدل بارت، هيبقى اسمه الفورث بيرفوريتنج ارتري. تعالوا كده نقرا الكورس بالراحه تاني. الكورس ان انا نزلت داونورد اند ميديال. يعني ايه داونورد اند ميديال؟ انا جاي من البوستر لاترال ونازله ميديال. يا دكتور ايوه بس الفيمورال ارتري هو اللي ميديال. ايوه يا حبيبي، ما هو الفيمورال ارتري هو ميديال مقارنه بيه، بس هو نازل في الاخر ميديال ولا لاترال؟ يعني هو نازل مقارنه بالفيمورال ارتري لاترال، بس نازل عند الفيمر، نازل عند الفيمر عند الميديال سايد اوف فيمر، فعشان كده بقولها ميديال عشان ما حدش يتلخبط. نازل ميديال ما بين ايه؟ ما بين الفيمورال فيسلز اللي قدامه، هو كان وراهم، ما بين الفيمورال فيسلز اللي قدامه وما بين البكتينيس، وبعدين ما بين الادكتور لونجس والبريفيس. البريفيس كانت ورايا والادكتور لونجس قدامها، وبعدين ما بين اللونجس قدامي وما بين الماجنس ورايا. طب وبعدين؟ انا النهايه بتاعتي هيبقى اسمي بيرفوريتنج ارتريز. انا عند الميدل تقريبا في نص الشافت بتاع الفيمر هيحصل فيه بيرفوريتنج ارتريز كتيره منهم، اخر واحد منه خالص اسمها الفورث بيرفوريتنج ارتري. يعني هو ادى الاول والثاني والثالث والرابع، اخر واحد خالص هيبقى اسمه الفورث بيرفوريتنج ارتري. تعالوا بقى نشوف البرانشات بتاعه البروفاندا فيمورس ارتري. مش ممكن يجي لنا سؤال برانشز اوف بروفاندا فيمورس ارتري سؤال لوحده؟ ايه البرانشات بتاعه البروفاندا فيمورس غير البرفريتور؟
البرانشات التانية بتاعت البروفاندا فيمورس، الأول اللاترال سيركمفليكس. إيه اللاترال سيركمفليكس ده؟ اللاترال سيركمفليكس يعني هيلف لاترال أهو. اللاترال سيركمفليكس دوت هيجي كده هيلف لاترال، واحد تاني هيمشي من ناحية الميديال سايد هيبقى ميديال سيركمفليكس. الاتنين هيلفوا هنا حوالين الفيمر فهسميهم سيركمفليكس. واحد جاي لاترال هيلف لاترال من هنا، والتاني اللي جاي من ميديال سايد هيبقى اسمه ميديال سيركمفليكس. اللاترال سيركمفليكس فيمورال ده جاي من البوستيريور اسبكت برضو اوف بروفاندا، وهيلف لاترالي هنا حوالين البرانشات بتاعه الفيمورال نيرف، مش حواليها ما بينهم. اللاترال سيركمفليكس هيجيني 3 برانشز، واحد يطلع لفوق اسمه اسندن، واحد يمشي بالعرض اسمه ترانسفيرس، واحد ينزل لتحت اسمه ديسندن. اللاترال سيركمفليكس هيلف هنا هيجيني 3 برانشات، واحد هيطلع لفوق اسندن، الاسندن دوت هي انستموز هنا حوالين انتيريور سوبيريو اليك سباين. اللي هيمشي بالعرض هيقابل اخوه الميديال سيركمفليكس. الديسندنج اللي هينزل لغايه تحت هينزل يانستموز حوالين الني. يبقى واحد هيطلع لفوق حوالين انتيريور سوبيريور اليك سباين، واحد هينزل لغايه تحت حوالين الني. الديسندنج اللي هيمشي بالعرض حوالين الفيمر دوت اللي هيعمل في الكوريشيت انستموز. هيبيرس الفاسس لاتراليس. ايه هي الفاسس لاتراليس؟ لو هنا كانت الفاسس انترميديس، وادي الفاسس ميديالس، وادي الفاسس لاتراليس. انا جايبه لك الرسمه دي بس عشان تفتكر اسماء الماسلز، لكن هي في العلمه بتاعتنا احلى رسمه ليها دي. اللاترال سيركمفليكس واحد فوق واحد بالعرض واحد تحت. اللي فوق كان اسمه الاسندنج حوالين الانتيريور سوبيريور اليك سباين، ترانسفيرس قبل اخوه، الديسندنج نزل عند النين. طب الميديال سيركمفليكس نفس الكلام بالظبط، اسندنج وترانسفيرس، بس بدل الديسندنج بقى اسمه اسيتابيولر. ادي الميديال اهو هيعمل ترانسفيرس، هيقابل اخوه، هيقابل الكوريشيت انستموزس، يقابل الترانسفيرس من اللاترال، دي اسمها كوريشيت انستموزس. طيب الاسيتابيولر، الاستابيولر دوت هيطلع لغايه فوق هنا عند الهيب جوينت، عند الاستابيولر فورامن هيطلع لغايه الهيب جوينت. طيب الاسندنج، الاسندنج دوت هيطلع لغايه فوق وهيعمل التروكانتريك انستموزس. احنا كان عندنا في الفيمر كان عندنا في جريتر تروكانتر وليسر تروكانتر، فالاسندنج دوت هيطلع عند التروكانتريك انستموزس. طب هو ليه الاسندنج من اللاترال ما طلعش عند التروكانتريك؟ بيطلع برضو بس الاسندنج، الاسندنج بتاع اللاترال ده طلع عند الانتيريور سوبيريور اليك سباين، لكن الاسندنج بتاع الميديال دوت مينلي هنا عند التروكانتريك انستموزس. يبقى انا عشان ما لخبطش نفسي، الميديال البرانشات بتاعه البروفاندا فيموروس ارتري البرانشات بتاعته كانت ميديال ولاترال سيركمفليكس فيمورال. الميديال واللاترال الاثنين ادوني اسندنج وترانسفيرس، بس كل اسندنج كان مختلف في نهايته. الاسندنج بتاع اللاترال كان عند الانتيرير سوبيريور اليك سباين، الاسندنج بتاع الميديال كان عند التروكانتريك انستموز. الاثنين ادوني ترانسفيرس وعملوا انستموز مع بعض. الفروقات بس ان في اللاترال كان في ديسندنج، لكن في الميديال كان في اسيتابيلر. يبقى اللاترال في اسندنج وديسندنج وترانسفيرس، الميديال في ascending و acetabular و transverse. اللاترال كان في ascending و descending و transverse، الميديال كان في ascending و acetabular و transverse. نيجي لآخر واحد بقى اللي هو perforating arteries، اللي هي نهايته أصلا نهاية البروفاندا فيمورس، هي عبارة عن perforating arteries. perforating arteries بتperforate الانسيرشن بتاع الادكتور ماجنس، بتخرم الادكتور ماجنس كده عند الباك اوف ثاي عشان تسبلاي الباك اوف ثاي. كل واحد بيأنستموز مع أخوه اللي فوق، يعني كل واحد بيأنستموز مع فوق. اول واحد خالص بانستموز مع الكوليتيال ارتريز، وتاني واحد او مع الكوليشيت انستموزس، والاخرانيين بانستموز مع البوبليسيال ارتري. فالفكره ان انت تبقى عندك ارتيريال شانل ورا الباك اوف ثاي. طب لو انا جاي لي السؤال بتاع البرفريتنج ارتريز وانا عايز اسمرايز، هقول ايه؟ هقول ان البرفريتنج ارتريز دول كانوا بيبرفريت الانسرشن اوف ادكتور ماجنس. دي جمله مهمه، ما كانهم فين؟ السايت بتاعهم مكانهم في الباك اوف ثاي. بانستموز مع ايه؟ الانستموز مع بعضهم مع ايتش اذر في الباك اوف ثاي، ومع البوبليتيال ارتري تحت، ومع الكوليشيت انستموزس فوق. مع الكوليشيت انستموزس فوق اللي هي فيها السيركمفليكس فيمورال ارتريز، او مع البوبليتيال ارتري تحت حوالين اللور اند اوف فيمر او قبل الني جوينت. تمام. الفيمورال ارتري كارليشن مش غلس قوي، رسمتين ثلاثه وقلب. البرانشز مهمه، البرانش بتاعت الفيمورال ارتري شخصيا السوبرفيشال او الديب والماسكولار، نعرف مين هم السوبرفيشال ومين هم الديب ومين هم الماسكولار اسماء وتفاصيل صغيره كده عليها. البروفاندا فيمورس مهم، ونعرف الاسماء البرانشات بتاعته. تمام، يلا يا رب تكون كده محاضره بسيطه كده، واشوفكم على خير يا رب ان شاء الله على خير.